ضايقك ان انت بالموهبه ديت وقوه الاداء ده، واحده بتدرسي ودارسه وقاعده تقري وشغله بالك بالفن وحياتك كلها معجونه فن، وتلاقي واحده يعني جابوها من على الفلاش وبقت نجمه ولا موهبه ولا حاجه، وبتتامر وتدخل تعمل عمايلها ديت وتاخد لها سنتين كده الجرايد والمجلات كلها تكتب عنها، يعني ده ما كانش يحز فيكي كده ويضايقك؟ بيحز يا حبيبتي والله. كنت بتعملي ايه؟ بصي هقول لك حاجه حصلت لي في الاول خالص. اول ما ابتديت قلت هجس النبض علشان برضو ما افرضش نفسي على الناس، وقعدت اعمل افلام روايه قصيره وقعدت اعمل ادوار صغيره، وبقى كل الانطباعات اللي بتتقال عني من النقاد او من المخرجين ان دي حد واعد قوي ومبشر قوي. استنى بقى الدور اللي يجي لي بقى، عايزه اتمطع المبشر بقى. ده بقى ونلاقي المخرج بيقول كلام حلو ومن ورايا على فكره، ولاقيه جايب لي دور قد كده اهو، فبقول في حاجه غلط، يا اما هو بيضحك عليا او بيضحك على الناس، يا اما عشان انا يعني مش مسنوده خالص او يعني ليه. ففي مره حصلت ده في مسلسل، جالي دور قد كده فعلا حقيقي، وكان بعد ما ابتديت باربع سنين، يعني اربع سنين مش بعد ما ابتديت بشهرين. وكان ليا زميلة احنا كنا بنقعد مع بعض، كانت تقولي دايما انت موهوبة اكتر، انت مش عارفة ايه، وجات لي البيت واحنا في نص المسلسل وعيطت لي وقالت لي انت عاملة الدور، يعني شوفي دورك قد ايه وعاملاه كويس أحسن، وانا دوري مني. طبطبت عليها وقلت لها لا بصي انت معاكي نعمة فذاكري واجتهدي، بس حسيت انه انا هتدمر لو الفكرة دي تملكتني. اولا هيبقى جوايا طاقة سلبية تجاه كل اللي حواليا، هيبقى عندي غل، وانا طول الوقت بحاول اشتغل ان يبقى عندي تسامح مع نفسي ورضا بكل الاقدار اللي ربنا بيعملها لي، يعني اجتهد لكن مليش دعوة بالنتائج. النتائج اكيد مع العدل ربنا سبحانه وتعالى اكيد هتجيلي احسن مما اتخيل، حتى لو مش النهاردة بس هتجيلي يوم. بس انا اهم حاجه عندي السلام النفسي، واهم حاجه عندي ان انا بعمل حاجه بحبها، فاعملها بحب واعملها باتقان وادخل اللوكيشن حبه اللي حواليا، ما بقاش باصه لزميلتي، هي واخده رزقها، يمكن ده قصتها من الرزق، يمكن هي محرومه من حاجات تانية. فدربت نفسي من اليوم ده لاني حسيت بطاقه سلبيه جوايا، حسيت بحاجة وحشة، إنسانيتك هتتغير بحاجة وحشة جوا قلبي. بصي ماذا لو كسبت العالم وخسرت نفسك، يعني ماذا لو بقيتي أحسن حاجة في الدنيا لكن أنت بني أدم مش متصالحة مع نفسك. فقلت لا ماليش دعوة، أنا هشتغل وهخلص وهحب مكاني، هطمح دايما في مكان أعلى، بس هحب اللي أنا فيه وهحب اني ابقى اعلى، بس لازم ابقى متسلحه بامكانيات اللي اعلى، يعني لازم ابقى استحق فعلا اخد درجه فوق. ومليش دعوه باللي حواليا، اللي حواليا اعلى مني يبقى هي عملت حاجه تستحق، يمكن انا مش شايفه هي عملت ايه، بس هي عملت حاجه في حياتها تخلي ربنا يديها المكانه دي، او يمكن هي في ابتلاء او يمكن هي في امتحان. مليش دعوه بغيري ابدا، خليني طول الوقت انافس نفسي. فمن يوميها لاني حسيت فعلا بسواد، وهي اللي جايه لي البيت بيديكي الدور ده علشان خاطر تغيري فكرك كده، لا وانها تجيلي البيت تشتكي وهي اللي تعمل هايلايت. شوفي انت واخده دور دلوقتي انت اعلى منها، يعني هي مش موجوده بقى، خدت نجوميه فتره واندثرت. لا هي موجوده، هي بس ما بتشتغلش بقى لها سنتين كده، بس انا بحبها جدا جدا. أوكي. جدا بتحبيها، دي موضوع شخصي، ولكن يعني انا بقول انها فلاشه فرقعت وانطفت، لكن انت عشان مشيتي صح او اخترتي الطريق الصح تدرجتي في النجاح يعني، وانت اللي مستمره يعني، ولا يصح الا الصحيح. الحمد لله.